مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الفترة الإخبارية، فترة كل الأخبار لنهار اليوم. في موضوعنا الأول سنتحدث عن العلاقات الجزائرية النيجيرية التي تشهد تطورا في الآونة الأخيرة، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي. أنبوب الغاز، الطريق العابر للصحراء والألياف البصرية، إذن هي مجموعة من المشاريع تعزز محور الجزائر أبوجا. سفيرة نيجيريا الجديدة لدى الجزائر عائشة محمد غارب كانت قد أكدت لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس لدى تسليمها أو أول أمس لدى تسليمها أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزام أبوجا بمشروع ينبوبي الغاز، إذن بين الرابط بين البلدين وتعهد نيجيريا على مرافقة هذا المشروع. تابعت السفيرة النيجيرية إن البلدين تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، أهمها الطريق العابر للصحراء أنبوب الغاز ومشروع الربط بالألياف البصرية، مبرزة أن تجسيد هذه المشاريع سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة ستخلق فرص عمل ليس فقط للبلدان المشاركة في هذه المشاريع بل كذلك أيضا للعديد من البلدان الإفريقية المجاورة. في هذا السياق كذلك كان يوم 8 سبتمبر 2022 وزير الطاقة النيجيري قد حسم الجدل بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر وأيضا مشروع آخر. إذن مشاهدينا، قال كذلك الوزير في السياق، قال وزير الطاقة النيجيري أنه قد تم من جانب الجزائر إنهاء بناء شبكة الأنابيب الخاصة بالغاز داخل أراضيها والتي ستمتد من نيجيريا عبر النيجر لنقله إلى أوروبا. وقال إن نيجيريا بدورها استكملت حتى الآن في نيجيريا 70% من الخط وأن الأشغال مستمرة للمضي قدما في هذا المشروع. إذن الجانب النيجيري كذلك عبر عن تطلعاته للعديد من المشاريع مستقبلا. قالت السفيرة النيجيرية إن نيجيريا لديها اقتراحات في بعض المجالات كالطاقة المتجددة وتأمل في دعم بلدان خاصة الجزائر، لا سيما وأن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في حل مشاكل التغيرات المناخية والأمنية بالنسبة للقارة السمراء. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع دعونا نربط الاتصال بالأستاذ عبد القادر سليماني الخبير الاستراتيجي والاقتصادي. مساء الخير أستاذ. مساء الخير مريم، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ. إذن السفيرة النيجيرية الجديدة لدى الجزائر تؤكد مرة أخرى التزام نيجيريا بهذا المشروع، مشروع أنبوب الغاز الذي يمتد إذن عبر الجزائر نحو أوروبا. ما الذي تمثله هذه التصريحات في رأيك؟ لا، هي تصريحات من السيدة عائشة السفيرة الجديدة لنيجيريا في الجزائر، هي تصريحات واقعية وتصريحات براغماتية تنم عن يعني توافق اقتصادي، نظرة اقتصادية لنيجيريا. نعرفوا نيجيريا من أكبر البلدان في الناتج المحلي الخام في إفريقيا، هي والجزائر في المرتبة الثانية والثالثة، نيجيريا كذلك في المرتبة تقريبا الأولى من ناحية إنتاج البترول، وفي المرتبة الثانية مباشرة بعد الجزائر في إنتاج الغاز الطبيعي تقريبا أكثر من 47 مليار متر مكعب. فالسفيرة الجديدة عرفت أن كل الطرق المؤدية إلى أوروبا ستمر حتما عبر الجزائر بنظرة براغماتية ونظرا للمردودية والنجاعة الاقتصادية، بعيدا عن الأوهام التي يطرحها البعض، خصوصا منظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي راحت باعت الأوهام تحت واستخباء للنظام المخزن
الذي تخيل ولمرة أنه سيكون هناك أنبوب يعني إفريقي أطلسي تقريبا أكثر من 6000 كيلومتر يمر على عبر 15 دولة قيمته أكثر من 30 مليار دولار، سيبدأ في التشغيل بعد تقريبا 25 سنة، يعني نتكلم على 2050، ونعلم أن أوروبا لا تستطيع الانتظار أكثر. يعني أقرب مورد مضمون وآمن وأسرع هو الجزائر، فنيجيريا اليوم عرفت أن الجزائر هي شريك استراتيجي. نعم، كان قد صرح عفوا منك أستاذ عبد القادر سليماني في هذا السياق، كان قد صرح وزير الطاقة النيجيري قال بأنه بالنسبة للجزائر، الجزائر أتمت كل الأشغال الخاصة بالأنبوب على مستواها 100%، في نيجيريا 70%، وقال بأنه بالنسبة للجزائر فإن عمليات الإنشاء للأنبوب الممتد من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر الذي يسمى الخط العابر للصحراء الإفريقية سيكون خلال عامين البدء في العمل بهذا المشروع. بالنسبة لخط أنبوب الغاز المار عبر المغرب قال بأنه لا زال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية فحسب. صحيح، هذا في تاريخ 8 سبتمبر. نعم، شتان بين الحقيقة وبين الخيال. يعني الأنبوب الغازي النيجيري الجزائري الأوروبي يمتد على مسافة 4000 كيلومتر، توجد 2000 كيلومتر أنابيب موجودة على أرض الواقع وشغالة أوبيراسيونال موجودة في الجزائر، وهناك 70% من تقريبا 1400 كيلومتر أخرى الموجودة في نيجيريا، 70% راهي يعني أوبيراسيونال. تبقى فقط المشكل في دولة النيجر، وقد تعاهدت الجزائر ونيجيريا بمساعدة الطرف دولة النيجر، المعروف عنها أنها عندها محدودة يعني تمويل محدود، فالجزائر قالت أنها ستمول 10% الباقية، هي ونيجيريا ستمول دولة النيجر عن طريق تنمية شاملة ومستدامة. وكان هنا في منذ شهرين كان هنا يعني وزير الطاقة لدولة النيجر وتكلم بكل صراحة وواقعية أنه هناك استثمارات من طرف شركة سوناطراك والشركة النيجيرية للبترول من أجل يعني الدخول إلى دولة النيجر، وسيضمنون إن شاء الله تمويل في حدود يعني بعد عامين أو 3 سنوات. الجزائر سوف تبدأ في تشغيل 30 تقريبا، توري 30 مليار متر مكعب إلى أوروبا عبر الأنبوب النيجيري الجزائري. نيجيريا سيداتي تنتج 47 مليار متر مكعب، هي الآن تصدر 23 مليار متر مكعب على شكل غاز سائل، فيبقى لها تقريبا 25-28 مليار متر مكعب سيمر عبر الأنبوب الجزائري. فأين سوف تأتي نيجيريا بمنتوج بإنتاج آخر لكي تصدره عبر يعني منظمة الإكواس وعبر دولة المغرب؟ فهذا وهم. نيجيريا ومنظمة يعني الإكواس ربما يستغبون النظام المخزن من أجل الحصول على مزايا على تمويلات. نعرفوا أن الوزير سيلفا الوزير الطاقة النيجيري كذلك هو مراوغ، لكن في كل مرة يريد تمويلات. نعرفوا أنه نيجيريا لديها ربما أزمة في التمويلات وعندها حتى أزمة سياسية وأمنية، ففي كل مرة يريد يعني الحصول على تمويلات جديدة، مرة من المغرب، مرة ربما من منظمة الإكواس. لكن الحقيقة التي لا يعلى عليها وحتى الأوروبيين ما عارفين هذا الشيء، أن الأنبوب الذي سوف يأتي بالغاز الطبيعي من نيجيريا حتما سيكون الجزائر، الأنبوب الجزائري، نظرا للمردودية والنجاعة الاقتصادية ولأنه أسرع وأضمن، خصوصا نتكلم على أنها يعني هذه المنطقة آمنة، نتكلم على الجزائر راهي آمنة، نتكلم على نيجيريا كذلك آمنة، دولة النيجر فيها استتباب للأمن وسوف تكون هناك تنمية شاملة ومستدامة، وحتى ربما هناك احتواء اقتصادي من الجزائر عن طريق يعني تجارة المقايضة وتمويل وتنمية في البنى التحتية لدولة النيجر. فهذا ما سيعطي النيجر يعني قوة اقتصادية كبيرة يسهل لها يعني تمرير هذا الأنبوب من طيب. عبر الجزائر، ولا ننسى طيب ما الذي سيقدمه أستاذ عبد القادر سليماني، ما الذي سيقدمه الشروع رسميا في العمل بهذا الأنبوب، ما الذي سيقدمه اقتصاديا لكل الأطراف سواء للجزائر أو لنيجيريا أو حتى للجانب الأوروبي، خاصة كما قلت إثر الأزمة التي تعيشها القارة مؤخرا؟
نبدأ من الجانب الأوروبي، سيتحصل ربما على 30 مليار متر مكعب أخرى ناهيك عن 50 مليار التي تعطيها له الجزائر، فربما سيجد بدائل ولو مؤقتا وفي أسرع وقت في ظرف عامين بدائل للغاز الروسي. بالنسبة لدولة النيجر ونيجيريا والجزائر ناهيك عن يعني المداخيل اللي حتكون بالملايير الدولارات، راح نلقاو تنمية شاملة ومستدامة في منطقة الساحل، منطقة الساحل اللي معروف عنها ربما راهي فيها بعض المجموعات الإرهابية وفيها الجريمة المنظمة والتهريب، فهذه المشاريع تاع البنى التحتية بالإضافة إلى مشروع طريق العابر للصحراء، طريق يعني الوحدة الإفريقية، وكذلك طريق يعني كذلك الألياف يعني اللي في بروبتيك اللي يمر بين الجزائر حتى الأبوجا، فكل هذا سيخلق لك تنمية شاملة ومستدامة راح يبعد كل هذه المنطقة من شبح الإرهاب وشبح الفقر وشبح يعني التدهور ويخلق تنمية. نعرف أن نيجيريا لديها بوتنسيال كبير، نيجيريا من أكبر الدول اللي عندها احتياط كبير في الغاز والبترول واليورانيوم، وكذلك دولة النيجر معروفة عندها لديها اليورانيوم، واليوم مع مشاريع تنموية سوف تكون الجزائر اليوم قطب يعني بدون منازع كقطب غازي وأكبر ضامن للأمن الغازي زائد الأمن والسلم على مستوى منطقة الساحل اللي تعتبر يعني منطقة خطيرة، وحدودنا الجنوبية بهذه المشاريع سوف يعني نحيد الخطر الإرهابي وخطر التهريب وخطر الجريمة المنظمة. نعم، في هذا السياق سفيرة نيجيريا الجديدة قالت بأن البلدين الجزائر ونيجيريا لهما تجمعهما العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف كذلك، وأهمها الطريق العابر للصحراء أنبوب الغاز، مشروع الربط بالألياف البصرية كذلك. قالت بأنه هذه المشاريع لن تفتح أفاقا اقتصادية جديدة فحسب وتخلق فرص عمل بالنسبة للبلدان المعنية فقط، بل حتى للبلدان الإفريقية المجاورة. أستاذ عبد القادر سليماني. نعم، التنمية سوف تكون عابرة للحدود. التنمية احنا نتكلم على حتى دولة تشاد، دولة مالي، دولة النيجر، سوف كلهم يستفيدون من الأنابيب هذه الأنبوب الغازي وحتى الطريق العابر للصحراء، الطريق الجزائري الجزائر أبوجا، لأنه حيخلق نوع من التجارة، من المقايضة، من دورة اقتصادية كاملة ومستدامة. هل يمكن لذلك أن يغير شكل الحياة في هذه المناطق التي يمر بها وتمر بها هذه المشاريع؟ نعم، سوف تتغير من مناطق يعني معزولة صحراوية إلى مناطق، إلى أقطاب اقتصادية، إلى أقطاب تجارية. نتكلم نيجيريا والجزائر لوحدهما نتكلم على 500 مليار دولار ناتج محلي خام، يعني بالإضافة إلى مصر وجنوب إفريقيا نتكلم على أكبر أربع بلدان اقتصاديا في إفريقيا. يعني كل هذا سيخلق نوع من الديناميكية اقتصادية سيشمل دول مجاورة على غرار مالي، على غرار تشاد، وعلى غرار النيجر، كل هذا في إطار يعني تضامن إفريقي. الجزائر تريد أن تخلق يعني نوع من التنمية الشاملة المستدامة القائمة على اقتصاد قوي في الدول الجوار. يعني اليوم لا يكفي أن نحارب الإرهاب يعني عسكريا وأمنيا، بل يجب أن نحاربه اقتصاديا عن طريق تشغيل الشباب الإفريقي هذا المحروم، شباب النيجر، شباب المالي وتشاد، وكذلك نيجيريا. حتى نيجيريا لديها مقومات كبيرة، نيجيريا لديها أكبر احتياطي في البترول والغاز وبعض المعادن. إذا اليوم المستقبل هو بين نيجيريا وبين الجزائر، وأما باقي المشاريع الوهمية فهي ربما هي استخباء فقط والهروب إلى الأمام. أنا قلت لك أن أي طريق أنبوب غازي سيمر حتما عبر الجزائر التي تبقى دائما أكبر ضامن للأمن والاستقرار والسلم في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. طيب، هذه المشاريع فيه إجماع على أنها ستغير من شكل الحياة في هذه المناطق النائية، لكن ألا يستوجب كذلك أيضا أن نستبق أيضا هذه المشاريع، أو بالموازاة مع إنجاز هذه المشاريع أيضا محاولة إعادة تنمية هذه المناطق وجعلها ربما مناطق تعود إلى بؤر الحياة أستاذ سليماني، لتشجيع الناس حتى على العمل، الذهاب للعمل في هذه المناطق؟
صحيح، تكلمنا على المجموع اربع بلدان او خمس بلدان، تكلموا تقريبا على 200 او حتى 250 مليون نسمه، كلهم ربما تقريبا شعب النيجر ومالي وتشاد ونيجيريا يعيشون في سوق مدقع. هناك ناس يعني الشعب في نيجيريا يعيش بدون غاز وبدون كهرباء، رغم ان نيجيريا لديها مقومات كبيره. فهذا ما تريده اليوم الجزائر، ان تتشارك وتدخل في شراكه استراتيجيه من اجل تنميه داخليه اولا في نيجيريا. نعرفوا انه حتى اماكن في ابوجا وحتى في شمال نيجيريا ما زال فيها الاقتتال وفيها يعني غياب الامن وغياب السلم، لكن بهذه المشروعات، بهذه البنى التحتيه، هذه الانابيب الغاز والطرق العابره للصحراء والالياف البصريه، سيخلق دوره اقتصاديه ستنمي كل هذه البلدان، وستخلق نوع من التنميه، نوع من البحبوحه الاقتصاديه. نتكلم على الناتج المحلي حيوصل تقريبا 300 مليار دولار بالنسبه لنيجيريا، والجزائر حتكون تقريبا في 200 مليار دولار، نتكلم على بعد عامين فقط. فكل هذا راح يجيب استثمارات كذلك خارجيه، نتكلم على الصين كشريك قوي، على الاتحاد الاوروبي، على تركيا، على الولايات المتحده الامريكيه. فكل هذه البلدان يعني تسيل لعاب هذه الاستثمارات في مجال البنى التحتيه، في مجال الاستثمارات في الموارد البشريه، الاستثمارات في الغاز والبترول. فاليوم التنميه المحليه في افريقيا سوف تكون ان شاء الله بفضل هذه التقارب الجزائري النيجيري، تقارب كلاسيكي. نعرف ان العلاقات الجزائريه النيجيريه علاقات قويه جدا، علاقات تاريخيه، علاقات يعني براغماتيه مبنيه على الاحترام، مبنيه على تبادل الخبرات. فالجزائر يمكن ان تمول نيجيريا وتعطيها الخبره اللازمه في مجال المحروقات، في مجال البنى التحتيه، تعطي لها يعني المكنه التكنولوجيا، كل هذا تحت قاعده ربح ربح ومن اجل تنميه مستدامه. وافريقيا هي افريقيا المستقبل كما نعلم، واليوم يعني الرؤيه الجديده هي افريقيا للافريقيين بعد طرد يعني الاستعمار القديم. فبقت اليوم البراغماتيه وقاعده النديه والربح ربح هي التي تحكم في الاستثمارات المستقبليه في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. شكرا لك. نواصل مشاهدينا هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية.